جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. ما تحركوش، هذا جيش ولا ما جيش؟ جيش كم؟ معاد داعش تسيطر على صبراتا، وثم تحالف تو واقعي حقيقي بين داعش ليبيا وبين بوكو حرام، اعنف تنظيم موجود فوق سطح الارض. ماش اعنف منه، مش مجرد تحالف، لانه بوكو حرام اعلنت المبايعه للبغدادي. نعم اي صحيح، لكن يعني اكثر من تحالف في بوكو حرام هي الجناح الغرب الافريقي لداعش. وانت وقت اللي تراجع في النشريات الاعلاميه نتاع فهمتني داعش، ديما انه تلقى فني في الجزء من الاخبار فني نتاعهم تتعلق بولايه غرب افريقيا، ويهبطوا فيها فهمتني كل المجازر والفضاعات اللي ترتكب فيها في بوكو حرام، باعتبارها جزء من العمل نتاع هذا التنظيم الخارجي. بمعنى انه نسبة الخطورة اليوم عالية. الخارجي بمعنى نسبة للخوارج. نسبة الخطورة عالية، ما نقول لك علاش. أنا شنو قصدت؟ نعرف أنه مبايعين داعش، لكن قصدت أنه الفرع الليبي والفرع الموجود في نيجيريا تم اندماج الآن من أجل السيطرة على ذلك الغرب الأفريقي كله. نعم. مع مجموعات مالي. نعم. المجموعات الناشطة في كيدال، ومع مجموعات الصومال اللي هي شباب المجاهدين، ومع مجموعات الزحف والتوسع. نعم، وهذا شنو يعطي؟ يعطي انه افضل اراضي الكنوز في العالم اللي هي افريقيا تحت سيطره اكبر تنظيم في العالم. وهذا التنظيم رجعوا عدد كبير من الموجودين في سوريا والعراق الى ليبيا. اللي يقرا كتاب عبد الله بن محمد مذكر استراتيجيه يعرف نظريه الذراعين اللي كانت من البدايه بين اليمن وسوريا، لكن طولت بين درنا وبين سوريا والعراق. ايش معناتها؟ معناتها تدخل الروسي باش يخليهم ينسحبوا بعدد كبيره مع اللي قاعد حق فيه الجيش العراقي والسوري والمجموعات المقاتله، يجوا ليبيا يمتدوا على افريقيا. وهذا بدا يصير. هو ده هذا نحكي لك على حاجه صايره. اي معناتها الانسحاب صار ومجموعات كبيره وصلت لافريقيا. التحضير لضرب الجزائر باي شكل كان، والتمركز في تونس، وضربات عميقه في فرنسا كما اللي صارت. صارت مرفيته فيلم هوليودي، ولكن تفرج على فيلم باتمان هذاك الضرب هناك. فالخطر كبير، وتونس جايه في وسط هالجيوستراتيجيا هذه كل ماشي متحالفه مع مجموعه مشاركه فيها 40 ولا 15 عرفش قداش عددهم من مجموعه تابعه لداعش، لكن تابعه لداعش لايت، معناتها ما هياش معناتها مخففه في الشعار مش في الواقع. في الواقع الميداني كلهم يقتلوا في السوريين ويذبحوا في الناس، لكن بغدادي غير حشم انا ما حبش يحضر فيه، فقدته وانا بعثت جماعته. فهذا الجزائر اللي جنبك وعمقك في التراب الليبي مع طريق القبائل ومصاهره بين الجنوب وليبيا، احنا واد سوف اول بلاصه بدات فيها المجزره الجزائريه هي قمار في واد سوف، الزاويه اللي غادي والمذبحه اللي صارت. وتو مازال ثم وهابيه موجوده في كل مكان، والفكر الوهابي هذا حتى مهما يكون مخفف، اكيد انا مش نقول الناس كلها على نفس النوع، لكن المنبع فاسد. الحذر واجب، واضح. المنبع نتاعها منبع تكفيري. طيب. والتكفيري مشكله معناها ما يقبلش بالاخر. مازلنا نتعمقوا بعض شويه من مازن الشريف. انا باش نعطيك معناها اخبار توا قاعد نقرا فيه في حقائق اونلاين. هو تصريح لناشط ليبي وعضو بارز في مؤتمر القبائل والمدن الليبيه سي عبد المجيد عثمان، اللي يتحدث فيه انه عدد المسلحين التونسيين المنتمين للجماعات الارهابيه التي تنشط في ليبيا يبلغ 4000 مسلح، وذلك حسب معطيات ميدانيه. ويضيف انه ابو عياض هو اللي يشرف راهو على قيد الحياه، هو الذي يشرف على المسلحين التونسيين العائدين من سوريا، وهو يتمتع بحماية القيادات الإرهابية الموجودة في سرت وبنغازي ودرنا. هذه هي الأماكن التي تشكلت فيها ما يسمى بإمارات إسلامية، تسيطر على مطارات، تسيطر تملك غاز السارين، وتم نهبه من مخازن التابعة للنظام السابق وغيره من الإمكانات. اليوم شفنا أنه هذه الذراع الخارجية، ذراع الخوارج، اليوم هي قاعده فين تتوغل وقاعده فين تتمكن. اليوم داعش او الخوارج ما عادش متمركزين كان في سوريا والعراق، نحن لم نعد نتحدث فقط عن ما يسمى الدوله الاسلاميه في العراق والشام داعش، لان هذه الدوله اصبح لها تواجدها، هذا التنظيم الخارجي اصبح لها تواجده في منطقه الغرب الافريقي، في نيجيريا، في الكاميرون، في تشاد، في مالي، أصبح له تواجده في القرن الأفريقي بعد أن بايعت الجماعات الصومالية هذا التنظيم الخوارج هذا. واليوم القلب متمركز تقريبا والقيادة متمركزة
في ليبيا على تماس مباشر من بلادنا فهمتي من تونس وبينية فهمتي معلنة ما ياشي فهمتي مخبية للتمدد نحو فهمتي بلادنا. شنو اللي يصير في ظل كل هذا التهديد؟ الحليف الأقوى والجار الأزلي والأبدي اللي هو فهمتي الجزائر اللي اكتواه بنفس النار متاع القتل ومتاع الدمار والإرهاب واللي يدفع فاتورة باهظة من الشهداء ومن الضحايا، بدل ما أن نحن تنسيقنا يكون كامل مع هذا فهمتي الجار اللي سنشترك معه في المصير وفي التوفير على راس الاقتدار باش نحمي فهمتي أنفسنا، ماشيين مشاركين فهمتي في تحالف فهمتي آخر تقودوا المملكة العربية السعودية، تحالف اللي هو من الأول انطلق من أجل فهمتني فكرة، الفكرة هذه هو أنه إقامة دولة طائفية عازلة بين كيانين اللي هما سوريا والعراق، المنطقة الوسطى هي بالذات ذات كثافة وتتغالبية فهمتني سنية، حبوا باش يعملوا فيها عازل لمنع ذلك القوس الذي كان يمتد من طهران إلى جنوب لبنان من إيران سوريا مرورا فهمتني بالعراق وصولا إلى حزب الله، والذي كان شوكة في الخصيرة كان خنجرا في الخصيرة الإسرائيلية لكسر هذا فهمتني القوس ولإسقاط ذلك الخنجر في إطار إعادة الترتيبات ومتاع الهيمنة في المنطقة، لكن كذلك في إطار مخطط أكبر لوضع اليد على كل مصادر الطاقة الخام المتبقية. هذا الكيان اللي هو قاعد تبناه بخلفية متاع فكر تكفيري، فكر وهابي فهمتي تكفيري، وقتاش تحركوا وتوجعوا فهمتي جماعة وتنادوا عندما هل جابوه باش يخبرهم أجندتهم على نفسه فهمتي خليفة وأصبح يهدد فهمتي حكمهم. ونحن في عوض أن نمشي ونتحالف ومعناها نحط اليد في اليد مع الجزائر اللي هي ما شاركتش في هذا الائتلاف فهمتني هذايا واللي هي الأقرب لنا، ماشي نبحث عن هذه الـ الاشتراكات في هذه الكيانات المشبوهة واللي هي تخدم ضد المصالح متاعنا. مع الإشارة وهنا نحب نضبط الكلام اللي قاله مازن قبيلة، نحن مشكلة أساسية من المشاكل متاعنا نتحدث عن حرب ضد الإرهاب، لكن ليست لنا قيادة أركان تقود هذه الحرب. قيادة أركان موحدة تضع استراتيجيات في مختلف المجالات في مختلف الميادين بما فيها مسألة الإعداد للتعاطي مع هؤلاء الإرهابيين فيما يتعلق مثلا بشفائهم من المخدرات اللي هي متمكنة فيهم سيطرة بهم يتحكموا فيها من خلالهم فهمتني إكسترا، كيفاش أن نواجههم عسكريا، كيفاش نواجههم فهمتني إعلاميا. اليوم عندنا مجلس للأمن القومي هو فقط اسم موجود في الدستور، لكن ما ثم فني حتى نص في قانوني اللي هو يوضع الأسس والهيكلة بتاع المجلس فني هذايا. النتيجة قاعدين نخوضوا في حرب بلاش راس بلاش قيادة. كيف نجيو نتبعوا فني الروس نشوفوا للأسف اللي الجزء الغالب من المتحكمين في القرار فني في بلادنا هم من الناس اللي عندهم باسبورات أجنبية فني في مكتبهم، هم من الناس اللي عندهم أملاكهم وعندهم أرزاقهم وعندهم مصالحهم وراء البحار، هم الناس اللي اول لا قدر الله ما يشتعل الحريق فهمتني في بلادنا باش يركبوا فهمتني للطيارات وعاودوا يرجعوا منين جاوا. خاصه وهنا نحب نعلم التوانسه وان اغلبهم ممن استخدم ابنائه باش سجلهم للدراسه في تونس في السنوات الفارطه عاودوا رجعوا فهمتني اولادهم باش يقروهم فهمتني في البلدان ما وراء البحار اللي جاوا فهمتني منهم، يتعاملون فهمتني مع هذا البلد تعامل الغنيمه، يتعاملون مع هذا البلد من يتعامل الطريدة الفريسة اللي وقعت ما بين فهمتني ديهم، والناس كل فهمتني قاعدة تغرف، اللي قاعد يغرف باسم الترهيب باسم التهريب عن طريق التهريب وقاعد يتحالف مع الإرهاب باش يحافظ على المغانم والمكاسب نتاعه، اللي يحب يغرف عن طريق الكرسي وعن طريق الموقع فهمتني السياسي، اللي يغرف ويهز ويخرج فهمتني لبرا باش يزيد معناه فهمتني قوي فهمتني الهبره فهمتني اللي عنده باش يامن مستقبل اولاده فهمتني برا. اسالوا عليهم كل فهمتني اولادهم فهمتني وينهم هتوا تعرفوا شنو هالبلاد هذه فهمتني بالنسبه لهم. هذاك فهمتني علاش اليوم من جوهره من سوسه من هذه القلعه نتاع النضال فهمتني الوطني والتاريخي دعوه ونداء لكل التوانسه باش ينتبهوا لكل هالمؤامرات التي تحاك فهمتني ضدهم. وعلاش نقول سوسه فهمتني بالذات؟ نحن كنا فهمتني تحدثنا على الضربة الإرهابية اللي وقع في سوسة في 26 جوان الفات واللي أدت إلى ضرب القطاع فهمتي بتاع السياحة في هالمنطقة فهمتي هذه ضرب الاقتصاد بصفة عامة اللي تضرب ما هوش بركة السياحة فهمتي في سوسة، لأن سوسة عندها وراها القروان والقصرين وسيدي بوزيد اللي هم مرتبطين به بشكل أساسي. برشة توانسة ما يعرفوش
اللي الجزء الاكبر من المنتوج نتاع الصناعات التقليديه قاعد يتعمل في الريف نتاع القصرين، وقاعد يتعمل في الريف نتاع سيدي بوزيد، قاعد يتعمل في المناطق التي قامت فيها في الثوره. الناس اللي يحبوا يضربوا الاقتصاد والسياحه في سوسه هم الناس اللي يحبوا يضربوا المناطق في داخل البلاد اللي هي مرتبطه فهمتي بسوسه، مش يضربوا الفلاح اللي في سيدي بوزيد اللي الوتله نتاع سوسه تجي تخضر من عنده الصابط الدلاع قبل الموعد فهمتي نتاعها، باش هو ما يلقاش باش يزرع ما يلقاش باش يبيع نتاعه. اللي يحبوا يضربوا كذلك ال- 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 الترابط الاجتماعي فهمتي ما بين التوانسه، لانه في استهداف سوسه هو نوع من محاوله لاشعال حريق الفتنه الجهويه. في تونس انت ما عندناش طوائف، ما عندناش ديانات، ما عندناش اجناس، ما عندناش الوان، عندنا فهمتني جهات يحبوا من خلال التفرقه فهمتي الجهويه يضربوا هنا، وهذاك علاش تم محاوله استهداف النائب هذاك رئيس ال نجم رئيس نجم الساحلي. اذا الهدف فهمتني واضح، ها هو الاستهداف اللي انتظرنا فهمتني يا توانسه. طيب. نحن واجبنا كاعلام وهذه فهمتني مسؤوليتنا ان نحطوكم قدام هالاشكاليات هذه، راهو مش باش نخوفوكم. وقت اللي نجيو نجتمعوا لهنا في البلاطو نتاع جوهره ونجيبوا مازن فهمتني الشريف ويستدير سي زهير فهمتني الجيس باش نحكوا على المشاكل والتهديدات هذه، راهو مش باش نخوفوا الناس، لا، وانما فني باش ننبهوا الناس باش نقول لهم فهمتني ردوا بالكم ردوا بالكم ردوا بالكم. واضح. بداية انا خلينا نحيي القوات الامنيه العسكريه ونحيي الحرس الوطني، النقابه والحرس الوطني مختلف النقابات الامنيه، ونحب نخصص تحيه لصديقي عمار الفلاح، العميد عمار الفلاح الذي رغم ما اصابه في بلد الشعب ما زال يستمر ومعنويات مرتفعة ومصداقية كبيرة، وبأمثال هذا الرجل هؤلاء الرجال والحرائر يمكن الوطن أن يخرج من هذه المأساة القادمة التي كل مرة تلوح ملامحها أكثر. الرسالة هذه واضحة، ثم خطر وثم معطيات. أنا عبد المجيد أيضا نعرف الليبي اللي في مجلس الطبائع الليبية، ونحن على تواصل، نتكلم طبعا ككاتب عام مركز الأمن الشامل، وأيضا أسست الآن المنظمة الدولية للأمن الشامل إن شاء الله قريب ناخذ الترخيص. وزياد كان معنا في رئيس مركز الامن الشامل اللي كانت فكره رائعه من اجل تجميع الكفاءات والمدعم ب 100 مليم من قبل الدوله التونسيه. ايضا نتكلم عن اني زرت بعض المراكز الحدوديه مثل مركز التوي. يا اخي كانك في دوله اخرى، كانك دخلت في عالم اخر. مستوى التجهيزات متدني الى درجه كبيره، وما فيش حتى من باب مهابه الدوله في احترامها لنفسها. ما يلزمش تخلى تبقى تكون ثم مراكز حدوديه بتلك الخطورة، وما تغيرش الوضع، راهو زاد بالعكس زاد سوءا فيما بعد. يعني يحتاجون إلى دعم لوجستي كبير، ولازمك تصرف الأسلحة، ما نحبش نحكي أمور، لكن الناس الكل تعرف أنه الإرهابيين يتمتعون بأسلحة متطورة جدا، في حين الأسلحة بالنسبة للأمن عندها مدة. حتى الواقي من الرصاص جابوا لهم واحدة طلعت في الآخر واقي من السلاح الأبيض، يعني غشوهم فيها، نحكي لك على الدولة. وثم الآخرين درزان برشا. وحتى طريقة العمل دوز دوز وغيره، ثم أمور تتراجع الحصيل، مش ندقق ياسر. الخطر كبير، والدعم اللوجستي ضروري، ووحدة المجتمع المدني ضروري. وراهو كيف يتحول الدم إلى أرقام، أنا سمعته مرة في مقال عين على وشك الرخام. تتفرج في التلفزة على مجزرة في محافظة الدرة، بعد تبدل تعمل كليك مش تتفرج على أغنية، القناة تتعدي في الأغاني، بعدها بشوي نفس الاستوديو يعدوا فيه شيوخ جهنم اللي طلع لك في الريف في كندا، وهو يعدي في الصيف يعدي في بريطانيا في فندق 5 نجوم، يقول لك الملائكه نازله من السماء كما قال شيخ الاسلام، نازله من السماء على المناضلين الموجودين في سوريا، وملائكته ما نزلتش في غزه، هم يكذبون على الله ورسوله. فهذا الامر الحقيقه مغضب، والحقيقه الامر فيه الكثير من الخيانه للوطن في عمقه، كما قلت دائما ثلاثه يدمرون جيشا: احمق لا يعرف ماذا يفعل، عاجز لا يمكنه التحرك، وخائن يضربك من الداخل. لو جعلها منظومه كل حد يشد بلاصته. أنا بالنسبة للبيان تاع نقابة الحرس الوطني استوقفوني زوز نقاط مهمة. النقطة الأولانية ظهورهم مؤشرات على ضعف في التواصل ما بين القوات الموجودة فني على الميدان في مواقع في المتقدمة. والنقطة الثانية هو الدعوة إلى أن تكون ثم مناورات مشتركة، وهذا يعني أن هذه المناورات ماهيش موجودة توا، يقوم مناورات مشتركة بين الحرس الوطني وبين الوحدات نتاع الجيش في المواقع هذه في المتقدمة. الناس فاهمين فما حرب جاية. للأسف، نقول للأسف، أنا هذا النداء نتاع استغاثة، وأتمنى أن لا تكون معناها أكثر فني من صرخة فهمتني في واد عميق، لأنه أهل القرار منصرفين فهمتني إلى أمور فهمتني أخرى.
النواب منصرفون في الى امور في اخرى. انت تعرف زهير انه في مجلس نواب الشعب نتاعنا ما ثم حتى عضو ادى الخدمه العسكري الواجب العسكري نتاعو. انا اسمع كان سؤالي لكل مرشح للرئاسه، كنت تذكر انت جيت سيدك مرشح وسالتك نفس السؤال. تعرف تقريبا نسبه 90% من اللي جاوني لهنا لم يقوموا بالخدمه العسكريه وناويين يترشحوا للرئاسه، بمعنى انهم القائد الاعلى للقوات المسلحه. تعرف النواب نتاعك اللي بيديهم هم في القرار نتاع الحرب ونتاع السلم، المفروض هم باش يمشوا يتنقلوا غادي، ثم معنا لجنه الدفاع وباش يتنقلوا غادي يرصدوا ويشوفوا كذا، ولا واحد منهم معدي الجيش. تعرف اللي الوحيد اللي معدي الجيش انت هو نايب على حزب الاتحاد الوطني الحر على شيرتني بنزرت عليه فني لهوة، عداها مع المارينز، عداها مع الجيش الامريكي، ما عداش حتى مع الجيش التونسي. اليوم تعرف اللي الجيش هذا اللي نكبروا به بالشهداء فهمتي نتاعو ونعبطوا فك المظاهرات وهزين فهمتي اعلام تونس وكذا الى اخره، ما تنجمش فهمتي تخفي النظره الدونيه اللي عندنا لهالمؤسسه فهمتي هذه. شكون قاعد يمشي اليوم في الجيش؟ الا ولاد الفقراء. شكون قاعد يموت اليوم من مختلف الجهات؟ الا ولاد الفقراء. الناس الكل في الدين الاخرى فني، الباقي كل تلوش مني كان على المغانم وتلوش كان على الكراسي وتلوش مني كان على المكاسب. اليوم انه فهمتي مدام فهمتي ما ثماش انه المسؤوليه الوطنيه شرط اساسي فهمتني فيها انك تكون اديت الواجب الوطني نتاعك الواجب العسكري نتاعك راهي بلادنا فهمتني ماهيش باش تتقدم. وقص على هذا في كثير من الوحدات. اليوم نحن نهارين الفاتو فهمتني نحكوا فهمتني على هنساء الحوامل اللي قاعدين يموتوا في مناطق على الانفاس في الجنوب. انا نتساءل سؤال، وينهم الاطباء من ابناء الجنوب اللي خرجتهم تطوين واللي خرجتهم مدنيين واللي خرجتهم مدنيين؟ تعرف نسبه التوجيه بالنسبه لمدنيين مثلا كولايه الى كليه الطب قديش؟ قديش؟ صفر. 0%. معناتها وين باش تلقى طبيب من مدنيين؟ ما تلقاش. لانه نسبه التوجيه من مدنين 0% الى كليه الطب. وهذاك فهمتني علاش وقت اللي تتوجد فني مشاريع فهمتني استراتيجيه من نوع ان تكون ثم فني كليه تاع طب فني في الجنوب وفي مدنين فهمتني غادي، راهو هذا فني من المطالب الاستراتيجيه اللي لازم مفروضه فهمتني كل الظروف وكل الامكانات. وكان عندنا اطباء اصيليين مدنين واصيليين قبل تطوين هم اصدقائنا واليوم موجودين في تونس واليوم فني حلو في عاداتهم في تونس. كنت نتمنى لو انه فهمتني البعض منهم اللي هو اصيل هالارض الطيبه هذه انه فهمتني يرجع باش يقوم بواجبه فيها. تعرف اللي نحن شركاء فهمتني في جريمه فهمتني وقعت نحكي على طب الاختصاص. تعرف ان احنا شركاء في جريمه فهمتني وقعت لما كانت الدوله باش تفرض انه ثم 3 سنوات على الاطباء يمشوا يعدوهم فهمتي فهمتي غادي بار اوبليغاسيون بار اوبليغاسيون يمشي فهمتي غادي. تعرف ونحن فهمتي فرحنا وهنلنا لما وقع في اسقاط القرار فهمتني هذايا. علاش؟ لانه الوزير اللي جاب القرار هذايا هو عبد اللطيف المكي ينتمي الى حركه فهمتي النهضه. هذاك علاش قبيله فهمتي قلت لك رانا فهمتي كلنا شركاء في الاثم، كل واحد بدرجه نتاع مسؤوليه. هذاك علاش نعاود نرجع لمواضيع التهديدات الارهابيه. واليوم واضح العمليات اللي تمت اللي قاموا بها كلهم ضربوا في ليبيا. السلاح اللي ضربوا فيه كله فهمتي داخل فهمتي من ليبيا. نحن في السؤال اللي عارفين انه الاعصار اليوم باش يجينا من البوابه الليبيه. مره اخرى نسال شنو فهمتي اللي عملنا باش نحمي بلادنا من هالاعصار؟ طيب في ظل هذا حديث كبير عن امكانيه تدخل عسكري ربما بري وربما جوي ايضا وربما الاثنين من الجانب الأوروبي على الأراضي الليبية في إطار حربهم مع تنظيم داعش. إذا كان صار السيناريو هذا تداعياته على تونس؟ شوف توا التدخل الروسي في اللي صار في سوريا، تقدم الجيش العراقي بمعجزة عجيبة، القوات الأمريكية تقبض على القائد العسكري داعش وهذا سيختفي اللي هو الشيشاني. إي سيختفي اللي هو الشيشاني طبعا روسي يعني. والقوقاز من بتاع تنظيم القوقاز هو اللي عمل تفجيرات بندقراد واستعمل فتاة جميلة يعني في هذا الإطار وفتاة أخرى. المهم هذا سوف يودع في بطن الحوت وسوف ربما يعيش بشخصية جديدة. ليبيا وثرواته أفريقيا، من الذي سيتدخل؟ هل هو المحور الروسي الذي أثبت نجاعة والذي تميل إليه مصر وتميل إليه الجزائر؟ أما المحور الأمريكي الذي تونس هو حليف استراتيجي خارق العادة فوق العادة خارج الاتحاد الأوروبي بهذه الإمكانات الرهيبة جدا التي اطلع عليه الأمريكان من حماية السفارة الأمريكية من هجوم يعني إخوة داعش، حموا السفارة الأمريكية ولم يصبها شيء،
وكان امرا عظيما جدا من قله البوباله والنفايات، من قله العمليه الذهبيه، من عمليه سوسه اللي ما صارتش، من عمليه برضو اللي ما صارتش. يعني كي نجي انا ننظر بعين استراتيجيه نحس ان يسخروا منه. بلاد مخترقها هذا الوباء بشكل كبير، رغم احترامي لبلادي، لكن الواقع الميداني لا دعمت انت القوات الامنيه ولا الدم الامني ولاد الفقراء ولا دم المعادي، ولا دعمت الجيش نتاعك، لا دعمت مفكريك ومثقفيك وجماعه الرؤيه، بقيت تتعارك بالكراسي احزاب سياسيه ضرب بالكراسي شيء حشم. جوامع شوف يصير فيها الاختراق اللي يصير، حتى كيف نحو امام على منهج معين يصير ظاهرة اجتماعية. فكيف تصبح حليفا اولا؟ انا سالني والله في قناه روسيا اليوم مستعد قريب، قال لي كيف تصبح؟ قلت له كانه واحد مشلول وقال له انت الان بتطلع عدو ليفي. اضحك علي، ما اعطينيش نوبل للسلام، اعطيني السلام نفسه. اذا التدخل العسكري في ليبيا مقرر وكان مش يصير من قبل، لكن تم تاجيله اكثر من مره بضغط جزائري وغيره. وهك السد اللي تعمل هو لحمايه تونس من هالدخول المجموعات ساتر التراب. اذا صار فنوسي سؤال الجهاد الدولي، لانه التنظيم هذا خرج حتى على اللي صنعوه، انه كل صانعي هذا الاولى. اثنين، راه عندك اعداد رهيبه جدا من المقاتلين جايين من افريقيا وجايين من اقاصي الدنيا، سوف يتماطرون وينزلون على ليبيا ويتحرك الخلايا هذه في كامل افريقيا ويصير الحريق حتى على اوروبا. معطي لمحه صغيره، جمعيه الاستيعاب اليهوديه نشطت في فرنسا، وجاء بنيامين نتنياهو وقال ان امن مكان لليهود هو اسرائيل، وتم رد قاسي شوي من فرنسا وبدا حين المهرجان لسير فرنسا طبعا. والنتيجه سامحني انه 2015 هو اكثر انعام شهد هجره لليهود فرنسا الى فلسطين المحتله. بالضبط. فانت اللعبه الدوليه هذه، الناس اللي تستثمر فيها الدواعش وفي غيرها من سرقه الثروات، راك تعرف تبيع ب 10 دولار في البترول السوري والعراقي في جبته بلاش. طيب حتى بالدولار ديما راك حتى الاثار. في المساله الحقيقه خطيره جدا. وراهو شو نبقوا ديما نحن ديما في السجن النظري. البعض اللي يقول لك ما شنو عملت والا علاش كيف تستشرف امور وتصير وهالنشاط اللي عملناه. تذكر العمليه الاولى صارت في سوسه. انا كنت شاهد عيالي بعد 10 دقائق وشفت تحكي على رياض بال رياض السيد اللي وانا تكلمت مع المسؤولين، قدمنا في اطار مركز الامن الشعبي في اطاري الشخصي، وتكلمنا في الاعلام وتكلمنا النقابات وغيرها. راهي ثم عمليه ثانيه اكبر من في سوسه نفسها. علاش؟ نذكر اختبار كان بيدق وظيفة مش مدرب بالباهي، كان نجحت ونربحنا، كان نجحت سربحنا، عرفنا ردة الفعل، سرعة التجاوب، نقاط الضعف إلى غير ذلك. الاختبار هذا كانت تعمل حساباتك وتشوف ما تخليش يصير مرة ثانية، يزيد يصير لك مرة ثانية، ونجي معاود يصير لك مرة ثالثة. علاش؟ لأن القيادة السياسية غير واعية بهذا الواقع، أو ثم أسئلة أخرى تفرض. يعني أنا ما بنحبش نمشي في إطارات سيئة، لكن ثم أمر سيء يصير. الخطر راهو كبير. اللي مش يصير في ليبيا اذا صار تدخل اجنبي لتقسيم ليبيا، سوريا يحبوا يقسموها طائفين، اليمن يحبوا يدقدقوها طائفين، العراق مكتوف انت المجازر اللي صارت والتحالفات بين جيش النقشبنديه الصوفي لاول مره في التاريخ والداعش الوهابي اول مره في تاريخ المشربين يتحالفوا. ايضا طبعا ثم ابعاد اخرى طائفيه تمت من الجانب الاخر، لانه ايضا تطرف موجود من الجانبين. فاللي مش يصير في ليبيا اذا كان تم الهجوم عليها هو تقسيمها، وهنا ثم جيش كامل تونسي مجندين عدد كبير، وانترتهم هروب المدنيين، وايضا قد ينضم لهم مجموعه من الارهابيين نحو تونس اقرب من مصر. داعش توظف الهجره الغير شرعيه وهروب اللاجئين في عمليات الارهابيه، وهذا تم التحذير منه المخابرات الدوليه. داعش ايضا سوف تضغط من اجل انه التشكيلات التي لها انتماءات معينه تعمل على بلدانها. في نهايه المطاف عندك انت الاف التوانسه، عندك خليه كامله موجوده في مالي فيها 400 مدربين جدا تابعين لبغداد، ومجموعه اخرى اللي في ليبيا اللي يشرف عليها ابو عياض وغيره، وهذه المجموعات كلها مستعده لتنفيذ الماموريه السماويه الربانيه العليا، وهي انقاذ تونس من الطاغوت والكفار و و و حسب قناعتهم. ويجيك انت في الجانب الثاني طلعوا لك كل مره المثليين، قضيه المثليين، جمعيه المثليين، اخر ما عندنا من هم بلاد بن عرفه وعقبه بن نافع وصلاح شو اسمه طارق بن زياد وطاهر بن عاشور، وتمشي حتى الحنبع لغرته، هو مساله المثليين. يعني من هكا من الاطرف للاطرف، ومسلسلات فيها المثليين زاد والشواذ، وراه قاعد ينتشر هالمرض هذا بشكل كبير. فهالتطرف من الجانبين، وين المنهج المعتدل؟ وين منهجنا نحن؟ اذا الحبله تموت في تطاوين بلاد الرجال وبلاد الفحول وبلاد عبد الله بوجليده، واذا الفقير في تاله وفي فوسانه وفي غيرها يموت بالفقر وبالبرد، واذا الناس كي يجي الماء يغمهم،
وإذا لهنا اللي آمن حتى لحياته تسكر رزقه والسياحة تسكر وغيرها، أين السياسيين في وعيهم؟ ألف مرة نحن نتكلموا لم ينادينا ويسمع منا، حتى كان يسمع منا يحطها في الدروس. المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل قمنا بدراسات وتعطت للدولة ولم ينفذوا منها شيء. كفاءة الأمنية تعمل، الرجال تخدم، الجيش يخدم، الإعلاميين الأحرار النظاف يتكلموا. ما نحكيش على المواقع الحقيرة اللي نهار كامل لاهين كان بهذا مش في مشاة وهذا شنو عمل. هذا شيعي وهذا. أنا ولد شيعي على فكرة. أي. نقول من الناس هذوما الغلمان هذوما. أين كنتم يوم أحرقت الزوايا في تونس وكنت أول من تصدى لهذا الأمر؟ وين كنتوا لما كنا نخدم في المساجد وسنخدم في المساجد كشيخ متخصص في التصوف والفقه؟ وأنا اللي عملت لكم ميثاق علماء تونس اللي جمع علماء زيتونة 120 عالم زيتوني، وأنا سني وأفتخر ولكن منسوب إلى البيت وأفتخر عليهم السلام ورضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة، ونتحاور مع الجميع، نمشي الكرب لبلاد بابا هيك بلاد جد الحسين وأفتخر به، ونمشي لسيدنا علي، ولكن أيضا لهنا في تونس نوقفوا رجال تونس ونبقى على العهد دوما. هذا مش كلام نقوله فيه كاكرا حبا في الظهور. احنا رانا من الريف ونتشرفوا بالريف ونتشرفوا بالمدينة، وجدودنا وباطنا ومهاتنا رضعونا حب تونس، وتونس راهي عظيمة برجالها وبحريرها، وهذا مش كلام انشائي شعبي. تبع فينا محمد من الجزائر يقول لي في الفيسبوك للقضاء على الارهاب لازم الناس الكل، الشعب والامن يد واحدة. الحقيقة نعطيك مثال، البارح جاري يسكن في جنبي شك في خوب يحكي مع الارهابيين، توجه مباشرة الى الشرطة. وعي ما جرب وتألم. هذا جزائري يحكي لنا التجربة. خوب. نحن للأسف اللي موجود عندنا في مدينتنا نشوفوا أنه في كل ما الأمن يبدأ باش يستعيد العافية نتاعه وشنب المسكوه وتشن عليه الحملات الهوجاء، جزء من الحملات في هذه له ما يؤسسه وله في ما يشرع في له، لأنه ثم في أخطاء واعتداءات اللي في قاعدة في نتاقة وهي اعتداءات في مرفوضة ومدانة، لكن جزء آخر في قاعد ينبني في على الباطل، مثل ما وقع في القضية الأخرانية نتاع البنية في هذيك في عفرة في الكاف. اليوم شيطنة هذه المؤسسة الأمنية اللي هي الخط الأول فيني مع الجيش في الدفاعين فيني على البلاد، يخدم استراتيجية من، يخدم في مصلحة من. اليوم باش نقولوا فيني الكلام هذا، اسمح لي زياد نخليك تقول الكلام هذا ما باش نحل قوسين لو كان تسمح لي. مولت البارح بركة جاتني مواطنة مضروبة من بوليس ريانكو على خطر تليفون ولدها تسرق في براكاج، قال يا أخي جيعان على تليفون وعندي التسجيل طول عديه، ما 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 تعداش كامل. انا زاد نشوف انه الامني اللي ما يقومش بواجبه ويحمي المواطن ويعتدي عليه هكا من غير حتى شيء هو بده يخدم في اجنده الارهاب. بالتاكيد، وهذاك علاش انا قلت لك انت من الاول، قلت لك جزء من الاستهداف هذا له ما يشرعه، لانه فني قاعد ينبني على تجاوزات واعتداءات التي ندينها ونرفضها. المفروض هو اسمه عون فهمتني امن، هو الملاذ، هو الملاذ نتاع، هو اللي وفر لي فهمتني الامن، هو اللي وفر لي فهمتني الحمايه. جيتك نشكي بتليفون بركاني اليوم ولا ما تقوليش جيعان لا مش جيعان؟ اليوم ثم فهمتني للاسف نقول الكلام هذا فهمتني ضعف كبير فهمتني في التاثير، ثم ضعف كبير اليوم بني في اليوم بني في 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 التأطير في التكوين، اليوم ثم ضعف كبير بني في التكوين، اليوم ثم نشوفه في خاصة بني بالنسبة للشباب الصغار، ثم ضغط كبير في العمل، وجزء من المشاكل نتاعهم هو هذا فني الضغط انت من العمل، لكن وقت اللي ضغط العمل هو ما هوش معد ليه، كما راهو فني الضغط انت في الرياضة. ايه. اذا كان انت البدن نتاعك اني ما هوش جاهز بالتأكيد انك اني باش تطيح اكثر من هكا زياد. انا نقعد باهي وقت اللي يخرج رئيس الجمهوريه يقول نحن في حرب على الارهاب، ونلقى بوليس في القروين عمل ستوب باش يجي يخدم في سوسه، يا سيدي ستوب هذاك طلعوا ارهاب، طلعوه مجموعه ارهابيه وذبحوه في الكهرباء يا اخي. عمليه في سوسه، عمليه في سوسه في الشباب اللي الامنين اللي شادد ستوب فهمتني، شكون اللي 50 كيلومتر اللي في الفحص. انا احكي لك على برشا ناس تشوفه، ما تنساوش العمليه نتاع الفحص كيف كيف، الاستهداف اللي وقع في الفحص في العون نتاع الامن كيف كيف، لانه في زاده في في قاعد لي في ستوب انت باش يشد هذاك فهمتني. علاش نحن الباقي نقولها فهمتني ونعاود نقولها، نحن فهمتني بحاجه الى هيئه اركان تقود حربنا على الارهاب. هذه اليوم نقول لك واش دخل وزاره الخارجيه كنهار مقدمه فهمتني مقاربه قالت لك هذه استراتيجيتي انا في مكافحه الارهاب. لا لا، عندنا مجلس امن قومي، المفروض اليوم انه الضروره القصوى فهمتني والاولى انها نهيكلوا هالمجلس فهمتني هذايا، نعملوا له فهمتني اللجان نتاعو، شكون الاطراف اللي تكون، شكون الاطراف اللي تشارك فيه اللي باش تعطي التصورات وغيره، هي باش تحط هالمشاكل هذه كلها، تكون الهيكل ممثله فيه، يكون الصحفيين في الاعلام يكون فهمتني ممثل فيه، كل واحد ونخرجوا مع بعضنا ناخذوا فهمتني قرارات ويخرج كل واحد منا باش يخدم فهمتني البلاد نتاعو. لكن باقي نقول لك حاجه، للاسف في المنطق اللي قاعد يسود توا، باش نعطيك مثال بسيط ياسر. تذكرش القيامه اللي قامت على تعيين المعتمدين؟
واكتشفوا ثم فهمتني حالات ناس اللي هم معناها ما عندهم حتى ما يسوا حتى شيء وجابوهم لانهم منتمين في الحزب فهمتني معين معناها ما حطوهم فهمتني معتمدين قامت ثائره فهمتني في البلاد وكيفاش وما يستحقوش وكذا به جينا نثبتوا نلقوا انه هالسلك هذايا الخطير نتاع الدوله ما عنده حتى نص ترتيبي ولا قانوني اللي ينظمه حتى حاجه ما تقول لك المعتمد شنو هي المؤهلات نتاعو شنو هي الشروط اللي تتوفر فيه شنو هي التعيين وشنو هي حقوقه شنو هي نظامه الاساسي ما ثم حتى شيء. ففي عوض نفكروا ان نوجدوا هالنظام الاساسي هذايا اللي باش يحمي هالسلك هذايا باش يكون سلك في خدمه الجمهوريه باش نعمل تكرر المهزله اللي وقعت نتاع بعض التعيينات اللي وقعت لا قلنا نحي الخايبين هذوكم هاني نبعث لك انا فهمتي ليست باش تحط لي جماعني في عوضهم. للاسف بالعقليه هذه ما نجموش نبنوا البلاد، بالعقليه هذه ما نجموش نحموا البلاد. فما عقليه اخرى نرجع لك عليها جوست بعد ما نحكي مع مازن زياد الهالي الحقيقه هي عقليه اليوم زاد تطرح حتى في سونداج كبير عملته شركه سيجما هو هل اليوم ضروره لابد من التنازل عن الحريه مقابل مكافحه الارهاب وحضور الامن؟ نرجع لك للعقليه هذه. معناتها لو بين يا الارهاب والصمت يا الحريه يا الحريه والارهاب يا الامن والصمت. مازن الشريف معناتها تقول لي الاذان لا تستمع او تسمع وتفلت هذا اللي موجود حسب التجربه نتاعك على الاقل. البعض يقول ايضا انك ربما تهول من الامر تتجاوز كل الحدود المعقوله وتتحدث عن خطوط حمراء وعن خطر وعن دولة في مهب الريح إلى آخره ولكن أنت تتهور في الأمور معناتها لا بأس البلاد ماشية والحمد لله وشيع من 66 كيف عمليات استباقية في عديد المناطق اكتشاف لمخازن للأسلحة توقيف لمجموعة كبيرة من الإرهابيين وخليات مصغرة في عديد النقاط فيظل أنت تتبلع الناس أنهم مش قاعدين يخدموا في خدمتهم كمان عام 2012 لما ظهرت في الإعلام وقلت أن حرق الزوايا سيليه الاغتيال والقتل واللي الكثيرين قالوا يهول ومن بعد رئيس الدولة نفسه قال كان عندنا علم أنه من حرق الزوايا للقتل وأنا قلت له كلام هذا سرقة المهم تتذكر زهير أني استشرفت كل العمليات الإرهابية ما يعنيش المثل مع الإرهاب ولا مع المخابرات هذا علم وكل مرة كانت تزيد الدوز، شكون كان يتصور ان المؤمن الرئاسي يستهدفوا ويفجروا حافله بجنب وزاره الداخليه؟ شكون كان يتصور انه تصير ماساه مجزره في سياح؟ شكون كان يتصور ان العمليات اللي صارت تصير؟ نحكي على الراي العام العادي وحتى بعض المسؤولين، ما كانش عندهم افق الخيال الاستراتيجي غير موجود. لكن هذا علم المستقبليات علم مهم جدا يرسم سيناريوهات ماهوش تنبؤ. الوضع تو لما نقولوا ثم اختر ما يعنيش ان الامن مش يخدم مع روحه. انا عمري ما تكلمت في الامن بالجانب انه مش قاعد يقوم بواجبه، لا ابدا. اي تجاوز قوم به امني هذا لابد انه يحاسب الامني عليه انا حكيت اللي حكيتها من شويه ثم قانون ولكن زاد ما نسبه هذا من ذاك نسبه الناس اللي تخدم هي نسبه اكبر بكثير صحيح ثم امور تكوينيه وكذا احنا قدمنا رؤى في هذا الاطار وهذا مجال واسع جدا حتى في التاهيل النفسي حتى في التاهيل العقائدي على فكره انه الفيروس نتاع الفكر التكفيري يبدا من العقيده اذا ما تحسنش الامن نتاعك وجندك في العقائديا نجم يخترقوه واكثر اللي صارت الخروقات اللي صارت من بعض الامنيين اللي شدوهم في بعض القضايا الارهابيه تم العقيده مش تم لا خاطر الفلوس ولا خاطر حتى شيء انه العقيده هي تلصق في القلب وتولي حاجه واجب الانسان يعملها الوضع انه ثم عمليات استباقيه اي نعم سوسة كانت تعرض 16 عمليه في نفس اليوم وتم منعه واحنا تكلمنا مع الناس اللي قاموا بهذا الامر واللي هم يعني بالناس تعلمات وقوات مختصه والحرس وغيره وانا مش نتكلم نظري احنا مطلعين ميدانيا على بعض المسائل اللي يمكن يعني نطلع عليها الباقي هذيك اسرار دولة العمل الكبير لكن لا يمنع الخطر هو الخطر حتى على فرنسا في فرنسا شكون كان يتصور بجنب الرئيس الفرنسي وصار امريكا 11 سبتمبر هاك الفيلم العالمي الكبير اللي حط فيه معناها في الاخر الدميه نتاع بلاد عمل استراتيجيه دول الناس تقرا الكتب نتاع نهايه التاريخ فوكوياما وغيره راه سمى حرب عالميه ثالثه بملامح جديده بإخراج جديد وحتى حد ما هو في منأى عنه لكن كل حد على الأقل لازم يحصل روحه الحد الأقصى الممكن هذا صحيح يقول لك البعض يطلع بعض عمليه يقول لك هو ما حتى صار في أمريكا أنت شنو عملت باش ما يصيرش في بلادك أخي احنا غيرنا من أمريكا باش يصير لنا زادة هل تونس كانت استعمرت أفغانستان تونس عملت عداوات مع الدول ما عملتش في الأساس ما ثماش علاش يصير 10 سنين اللي صار في الجزائر
وتونس لم يدخلها من ذلك شيء، سيحتم محاولات صغيرة. وصحيح من السبعينات الفكر الوهابي يطرق باب تونس وطرقها من وقت حمودة باشا ورد عليه علماء تونس ووقفوا له عمر المحجوب وغيره. لكن توا اللي قاعد يصير انه صحيح البلاد هدوءها الظاهري كبير، لكن ذلك الهدوء المريب كما نزلت نهار العملية نتاع سوسة ديما الهدوء المريب تعقبه عواصف. ثم خلينا نمشي لجانب آخر البعض الآخر. تتعرف اني انا كاتب كتاب فن الحرب ورحلة في عقل إرهابي وقول في مقدمة لن تنتصر حتى تتمكن من الرؤية بعين عدو. هاتوا شوفوا العدو كيفاش يفكر. هل أنا ثم خيط ناظم بين العمليات الإرهابية وحرق الزوية؟ ثماش مقارنات وثم دراسات مقارنة اللي صار في مالي وفي الصومال حتى الفوشيكرا اللي صار في حق قبل الحرب الأهلية اللبنانية. توظيف الشماريخ من أجل تدريب على سانكرونيزاسيون دو موفمون، كيفاش مجموعات مختلفة في أماكن مختلفة تقوم بنفس الحركة في نفس الوقت، وتعملت بها عملية بتاع القصرين بتاع مهاجم دار وزير الداخلية بدأت بالشماريخ وفات بها. هات نشوفوا تدمير المقامات وافتكاك المساجد اللي صار في الجزائر، تجربة الجزائر يا سيدي. يبدأ الكتب الوهابية تدخل بالدي كونتينر يدخلوا، محاولة إيجاد شرذمات مختلفة من التطرف اليميني واليساري، الخيانات انه تصير عملية استدراج واستيعاب للكثيرين، هذا كله صار ولا لا؟ سقراط صحيح؟ ما دام صار هذا شنو المسار اللي تمشي له الدول؟ وانا نحيل على دراستي ما تبقى من كشف الاوراق الاخيره المنشور عنده مده واللي قاعد الامور تصير وفق مكتبته. مش معناتها انا نوحي راه يقول الناس المفكر الكبير المهدي منجرة يحكي على اللي صاير توا كانه عايش فيه بعناصر او باخرى، هذا راهو علم ما يحبش من بالعلم دبر راسه. المهم اللي قاعد يصير توا ثم خط ناظم، العدو يعرف ما يفعل. رسائل التهديد الاخيره اللي عملوها الدواعش التواس اللي منها من كانوا يحضروا في العلم واللي منها مسيبوهم مشاو وبعد تعمل واحدة ومنها ما حرض ضر معايا أصلا أكثر من مرة. فهاللعبة اللي صارت، هاللعبة الاستراتيجية الدولية، هالمجموعة هذه زعما تسير في روحها ولا ثم شكون يحرك فيها؟ ويحرك فيها على خاطر شنو؟ السوري وين اكتشفوها الغاز ضربت، وين ثم غاز وبترول وثروات، وين ثم بداية نهوض للأمة هذه، بداية تهديد لوجود إسرائيل، بداية يقظة تدمر. الربيع العربي التونسي كان بداية حلم إذا الشعب يوما أراد الحياة، تحول لربيع عبري وباطت دجاجته كلها في سنة الأبيب وجبهة النصر عاد جفاها في إسرائيل. فهذا لازم نكونوا فاهمينه هالمعطى الكامل. وجنبك ليبيا الآن بؤرة ستهدد العالم، وليبيا راهي كانت مطمع أول مرة الأسطول الأمريكي يغزو خارج حدوده. طيب كان في ليبيا زمان يوسف باشا قرمولي وهزم حين موجود حتى في النشيد المريض. باهي نرجع لك مازن شير بعد شوية على مسألة ليبيا الحقيقة، وخاصة لماذا تركت ليبيا حتى تحولت إلى ما تحولت إليه اليوم. أعطونا نرجع لك على النقطة هذه، نقطة مهمة جدا. عقلية اليوم لابد من الاختيار بين الحرية والإرهاب معا أو الأمن واللاحرية. شوف أنا بالنسبة لي ليس هنالك أي تعارض بين مقاومة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان. نحن نقاوم الإرهاب من أجل الحياة، نحن نقاوم الإرهاب من أجل الحرية. لذلك كل مدافع عن الحرية هو فهمتني بطبيعته لا يمكنه الا ان يكون منخرطا في المعركه نتاعنا فهمتني ضد الارهاب. لكن المدافعين عن حقوق الانسان انا بالنسبه لي انا زوز اصناف. ثم الصنف الوطني الذي جرب على مدى عشرات السنين وثبت وصح، اتحدث عن الرابطه التونسيه لحقوق الانسان، اتحدث عن الفرع التونسي لمنظمه العفو الدوليه، اتحدث عن المنظمات التي خرجت من رحم المعاناه في هذا فهمتني الوطن واللي صمدت في وقت الاستبداد واللي اليوم متمسكه بالرساله فهمتني نتاعها. لكن هناك الفقاعات التي ظهرت لخدمه استراتيجيات التخريب والتدمير واعداد السيناريوهات اللي هي تستهدف فهمتني بلادنا. يعني ولما تخرج كان وقت اليوم يعني اليوم انت كي ترجع نحن تو فهمتني كاعلاميين وكناس مثلا ندافع على الحريه وكذا شنو المرجع الاساسي تاعنا؟ مرجعنا الاساسي هو الفصل 19 من العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه اللي هو الفصل 19 من العهد العالمي للحقوق الانسان اللي يتحدث عن حريه التعبير. اللي هي بالنسبه لنا فهمتني ارقى الحريات، لانه فهمتني لا معنى تنجم تكون عندك حريه الفكر وحريه الضمير، لكن اذا كان انت ما عندكش الحق انك باش تبلغ وتعبر عما في فكرك وفي وجدانك يصبح فهمتني معناها ما عندك فهمتني حتى شيء. يربط هذه الحريه باستثناءات. شنو هي الاستثناءات هذه؟ تتخذ لحمايه الامن القوم وتتخذ لحمايه الاداب العامه. شنو هي الاداب العامه؟ الاداب العامه هي مجموعه النمويس والقيم الثابته والاخلاقيه التي تميز مجتمعا عن مجتمع اخر.
يعني الثوابت الأخلاقية المتعارف عليها والمقبولة في التي تنظم العلاقات المجتمع التونسي ما هيش اللي بالشرط هي نفس الضوابط الموجودة في مجتمعات أخرى. وقت اللي نجو نحن نبنو على نماذج اللي هي تتعارض وتتضارب مع المتعارف عليه في وسائل من القيم الأخلاقية في بلادنا ونبرز هذه في النماذج ونحاول نطرحها فيني في المقدمة باسم الدفاع فيني عن الحريات بما يضرب العقيدة فيني بتاع الشعب هدايا ويضرب حقه في أنه يدافع اللي اعطاها له المواثيق الدولية والفصل 19 أنه يدافع على الأداب العامة فيني بتاعه ويدافع على القيم اللي هو يتوافق عليها. هذا ليش؟ هذا اللي باش يمرحوا على نار التطرف في الجانب الآخر باش هذا الإرهابي فهمتي لما يقول أن الإسلام اليوم أصبح فهمتي غريبا في أرضه وبين آله يجد من يسمعه. وقت اللي يقول ديننا وعقيدتنا فهمتي مستهدفة من هؤلاء الذين يدافعون فهمتي عن الشذوذ ويتصدرون التلفازات متاع القنوات الإسرائيلية يجد فهمتي من يسمعه. إذن فهمتي بالنسبة لنا نعاود فهمتي نقولها لا تعارض بين حقوق الإنسان وبين مكافحة الإرهاب. المدافعون عن حقوق الإنسان هم الخط الأول في مكافحة الإرهاب لأن الإرهاب هو النقيض الأساسي للحياة ولأن الإرهاب هو النقيض الأساسي لحقوق الإنسان. مع ومستسمع في الكلمة هذه بركة مزوير نحن اليوم عندنا في مشكلة بتاع مصطلحات ولكن الإرهابي لما تقول عنه إرهابي في بالك أنت معناها تصفه بالتعطيه التوصيف اللي هو معناها السيء اللي هو ينطبق مع الفعل السيء في نتاعه. لكن هذا فهمتي الارهابي يقول لك انا اتشرف نعم انا ارهابي يرهبون به فهمتي عدو الله. اذا حتى ونحن نحارب هؤلاء علينا ان ننتقي من المصطلحات التي توصفهم من المنطلق العقائدي نتاعهم اللي نحن بيدنا فهمتي نشتركوا فيه لان كلنا مسلمون. هؤلاء فهمتي خوارج. هؤلاء يعيدون فهمتي نفس المأساة التي ارتكبها الخوارج فهمتي من قبلهم عندما فهمتي قطروا وسفكوا الدماء وبقروا البطون و و و و و دونك نسميهم بمسمياتهم ونحاربهم بأسلحتهم. واضح وخاصة معناتها ملاحظة بسيطة من تجربة بسيطة صغيرة في الإعلام بالله عندنا قنوات وإذاعات وجرائد وصفحات إلكترونية لليوم يكتبوا الدولة الإسلامية يا جماعة رأي ليست الدولة الإسلامية إنه التنظيم الإرهابي داعش. رأوا أنك تسميه بهذا المسمى هو يريد ذلك ويريد لتأسيس هذه الدولة وإحنا نزيد نعاونه وقوله معناتها ميسالش حتى في أخبارنا ساعات والله المرة اللي فاتت في قناة الوطنية خالت الدولة الإسلامية يا جماعة راهو تنظيم إرهابي ما دولة. هذاك على زوين نحن نقول نحن لسنا محايدون في الحرب ضد الإرهاب. نحن موضوعيون نحن لا نفتري ما نزورش انت معناها الوقائع ولا نختلق الاخبار وكذا لا نحن لسنا محايدون. جزء من عدم الحياد نتاعنا ان نستخدم التوصيفات المناسبه كان نحن لا نتحدث مثال كما تحدث فرانس بريس ولا رويترز على جيش الدفاع الاسرائيلي. نحن نتحدث عن جيش الاحتلال الاسرائيلي. نحن لا نتحدث عن الارهابي الذي يقوم بعمل ارهابيه فني تستهدف المصالح الصهيونيه. نحن نتحدث عن المقاومه الفلسطينيه التي تستهدف المصالح في نتاع الاحتلال. وهذاك علاش نحن بالنسبه لنا في القضايا نتاعنا نحن لسنا محايدين. واضح هاي سيدي نرجع لك ونختم بالملف هذايا. ليبيا وسط صمت رهيب تكونت فيها ما تكون فيها الى ان تم تركيز الاماره الاولى الى ان توسعت الى ان اصبحت اليوم وجهه الارهابيين معسكرات التدريب بالجمله وسط صمت اوروبي صمت امريكي صمت العالم صمت عربي ايضا. أنا عندي مقال من 2013 اسمه ليبيا بين مطرقة الإرهاب وسندان الأطماع الدولية وما فيه يتم وسوف يتم إلا أن يلطف الله لأنه المشروع واضح بالنسبة لي. ليبيا الخامسة في العالم في البترول ليبيا ثروات كبيرة جدا ليبيا بوابة أوروبا بوابة أفريقيا العميقة وبوابة أوروبا أيضا أطول شاطئ على ارتفاع متوسط 2000 كيلومتر 6 مليون كيلومتر مربع إلى غير ذلك. فهذه المعطيات كلها تجعل ليبيا كنزا أريد من قبل يعني مش عبث أن استعمروها الأتراك ولا استعمروها تلاين ولا حب الأسطول الأمريكي كما قلت لك خليج سرد كان أول ما هاجم الأسطول الأمريكي خارج دياره وهزم كان ليبيا. إذا ليبيا بهذه المعطيات مع الفتنة اللي صارت بيناتهم مع هذا الدم نرجع بسرعة كبيرة ياسر الكتاب اسمه المذكرة الاستراتيجية عمل واحد يسمي نفسه عبد الله بن محمد سنة 2011 وهو منظر داعش وتكلم عن نظرية الذراعين وهي أنه يكون ثم ذراع موجود في اليمن
وذراع في الشام، اذا تضرب ذراع منهم ذراع ثاني يكون فعال. بعدين عوضوها بدرنا لاسباب جغرافيه، وجود الماء، وجود الجبل، وجود ايضا بعض الحواضن الفكريه لذلك. تو ليبيا طبخه ناضجه جاهزه. جاهزه للمجتمع الدولي، لا يوجد حلا حقيقيا في ليبيا، والفرقاء السياسيين الليبيين لم يتفقوا، ربما لن يتفقوا لاختلاف المرجعيه الفكريه والدينيه وغيرها. احنا عندنا اصدقاء كثيرين في ليبيا ونتواصل معهم، منهم مقيمون في تونس، منهم من نتواصل معهم في ليبيا، وهؤلاء جميعا لديهم رؤيه. ثم مثقفين ليبيين، ثم مفكرين ليبيين، ثم خبراء ليبيين، لكن لا احد يستمع اليهم. الجيش الليبي لم يدعم بشيء فعليا، وحتى المجموعات التي تحاول التصالح يشبكوا بيناتهم كما صار بين الزنتان ومصراته وغيره، يشبكوا بيناتهم وتصير مجزره كما تدمروا مطار طرابلس والخزانات نتاع. اريد لليبيا ان تكون كما هي. يراد لليبيا ان يكون نهر من الدم لاخذ ثرواتها ولضرب العالم، تدميرها ثم فتح باب إعادة الإعمار. بدو دمروا النادو، كان يضرب راهو في القصف نتاعو، يضرب في البنية التحتية. ثم ناس شاركوا بعد ندموا، ولكن أنا خلاص سؤالي مش هذا، وين تونس؟ وين الدبلوماسية التونسية؟ وين وجود المخابرات التونسية؟ سفيان الشرابي وين ندير شوف كيفاش عنده؟ وين مدرسة المخابرات التونسية الكبيرة اللي كانت مدرسة دولية؟ وين نموذج الدبلوماسي التونسي؟ وين هذا؟ اللي دمر الامن القومي ودمر المخابرات التونسيه بمنهج، يعني البلاد دمرت بمنهج يا جماعه، راهي ثم خدمه، ثم قيادات امنيه وعسكريه لكفاءته، يجرد من صفته ويرسل الى اقاصي الدنيا لكفاءته، لانه ينجح باش يشد خليه من هنا، ولا ينجح باش يعمل حاجه، ولا كشف على مخزن نتاع سلاح من هنا بالضبط. في القصرين كما مثلا اي، فهذه ثم مشكله. احنا ما نحبوش نبقوا في اطار الكلام، المجتمع الدولي اللي اعطاني نوبل، انا رسالتي قلتها لصديقي سمير الشافعي واقولها مجددا، الاتحاد العام التونسي شغل الرباعي الراعي الحوالي، امشوا للامم المتحده وقول لهم جاء ربي احنا جيناكم تو عندنا جائزه نوبل، هاكم نوبل واعطونا السلام، كان عندنا زوز مرحبا به، اعطونا السلام يا سيدي. خل وين الضمير الدولي؟ راه اللي مش يصير والله. شوف انت قال لي من جان في كتبت رساله لفرنسا ومنشوره انه ثم عمليه بعد شهر الابدو ستكون كبيره جدا باخراج عالم، من جان وتمت البصيرة العلمية، راه وانا مش حكاية محلل، انا مفكر استراتيجي بالفم والملا، وهذا جبته بعرق جبينه بالتعب بالقراية في المدرسة التونسية في الريف من دار توب، نمشي معناها على رجلي المدرسة كان في كلها شوك، ونتجتني المدرسة التونسية، المدرسة التونسية تو تعاني من المدرسة للجامعة للمعهد، اخترقت بالفكر التكفيري والفكر التعهيري، لانه باش كيما قال زياد باش كيف جي يتكلم على انه هذا شعب كافر مرق على الدين، يلقى النموذج حتى في بعض المسلسلات في رمضان بالذات يركزوا لنا كان عاشوره على الفساد. فنختم، راهو يا ناس في قدر واحكم واضغطوا على المجتمع الدولي، راهي نوبل للسلام عندها قيمتها اذا كان بالحق، معناها الضمير الدولي معناها مازال فايق شويه، اضغطوا على المنابر الاعلاميه وعلى الكل، لانه ليبيا اذا اصيبت ستصاب تونس ثم يكسر الحريق الجزائر وتصبح حرب عالميه. شكرا لك مازال شريف المفكر الاستراتيجي، وربي يلطف اكيد. كلمه الختام عند زياد الهاني، فقط نحب ننوه انه عندنا ثلاثه صحفيين مخطوفين ورانا حواس في اليمن منذ 1 ديسمبر لليوم، لا خبر ولا حس، وايضا نذير الكتاري وسفيان الشرابي زملائنا الصحفيين في ليبيا المخطوفين توا اكثر من عام و115 يوم. انا حاجتين، نحن اليوم مقبلين على احتفالات بمناسبه راس السنه الاداريه في الجديده، تونس تحول معنا مركز استقطاب بالمناسبه فهمتني هذه، ويلزم تكون ثم عندنا حذر كبير لانه الاحتمالات تاع الاستهداف راهي وارده وكبيره. الحاجه الثانيه فيما يتعلق ب هذا ما ينفيش انه نعيش حياتنا طبعا، ونحن نتحدى بالتمسك برابط الحياه رغم كل التحديات هذه، لا رانا موجودين وراهم لن يثنونا عن التمسك برابط الحياه وبالفرحه. الحاجه ونحن ايماننا بانه سبحانه وتعالى هو ايمان فني قوي، ولن تربكه جرائم هؤلاء. المساله الثانيه بالنسبه لليبيا، ونحن بحاجه مس امن قومي اللي هو يتخذ ثمتي قرارات، نحن بحاجه الى استراتيجيه هجوميه. تعرف انت بالنسبه للدفاع ثم زوز انواع من الدفاع، ثم الدفاع المستقل انك تكون انت في الموقع نتاعك وتحاول تحمي نفسك، وهو اصعب واخطر انواع الدفاع، لانه لما يقع كسر السور نتاعك يقع الوصول معناها للاختراق يكون فني مباشر والضربه تكون فني مباشره، وثم الدفاع المتحرك وهو انك انت فني تقوم بالضرب خارج الحدود نتاعك انت فهمتني المباشره. ونحن فهمتني كتونس في تقديري مطالبون توا ان نفكر في استراتيجيه دفاع متحرك، نستهدف هذا العدو اللي يضربنا واللي قاعد يخطط لنا واللي قاعد يحارب فينا.
في المواقع اللي هو انت موجود فيها حتى وان كانت هذه المواقع خارج تونس. واضح. شكرا لك زياد الهاني، شكرا لك مازن الشريف، نتقابلوا غدوه. تحيه تونس، وان شاء الله التوانسه دائما بألف خير وتونس بألف خير. وربي يفيق الوطنيه والضمير الوطني. راهو كي نقولوا الوطنيه مش فقط شعارات، ولكن الوطنيه حتى باش ما نطيشوش الزبده في بلادنا. شكرا لكم، نتقابلوا غدوه كما قلت في حلقه خاصه سبيسيال من استوديوهاتنا الفرعية في إطار تدشين استوديو جديد للجوهرة FM من تونس العاصمة، باش الجماعة اللي يقولوا سوسة بعيد علينا نقربوا لهم احنا. إن شاء الله مبروك، وإن شاء الله جوهر ديما متعلق. ربي يبارك لكم. شكرا سمية على الإخراج، شكرا علي جلالي في التوثيق، نتقابلوا غدوة. وليد الجزيري وآخر أخبار الرياضة، شيء طيب مع زايد جيسي، إلى اللقاء. جوهرة FM، جوهرة FM، الدنيا وما فيها.